لما تيجي تلغي الدعم ان متحول دعم نقدي لن يستفيد منه الا قطاع معين بس من الناس، ولكن مش كل الشعب. في ناس هتفكر فيها انها تستفيد منها كناحيه عينيه، وفي ناس محتاجه اكتر الدعم المادي. لازم قبل ما اعمل التحويل والكلام ده كله والحاجات دي كلها اشوف الناس فعلا اللي مستحقيه الدعم دي تستحقه ولا ما تستحقوش. على حسب يعني الفلوس هيبقى لها كام مثلا، حسب المبلغ اللي هيحدده. يعني اذا كان هيشيل العيش خالص ويدي لك فلوس، هل الفلوس اللي هيديها لك هتكفي ولا مش هتكفي؟ انا هاخده فلوس بعد كده الحاجه هتيجي تغلى تاني، اجيب فلوس منين؟ انت كده كده هتاخد الفلوس هتجيبها بره بالاسعار اللي بره، فالحكومه كده كده هي مدعمه الحاجات دي، الحاجات اللي منزلها دي حاجات عينيه. لا، فاحنا طبعا طبعا مع الحكومه تبقى الحاجات عينيه، مع الحكومه المصريه فيما تراه في صلاح الوطن والمواطن. الدعم التموين والكلام ده الناس بتحتاجه اكتر، يعني السلع الناس بتحتاجها اكتر، لكن الفلوس ما عادش ليها قيمه، ما لهاش قيمه في الزمن ده. مش هيقدروا يوفوا الطلبات اللي بتاخدها اللي بياخدوها من التومين. يعني ايه هيديهم كام؟ 100 جنيه؟ هيعملوا بيها ايه؟ كيسين سكر؟ زيت والسكر لو غلي مش هنعرف نجيبه. انا كرب اسره يعني بطاقه التموين مساعداني، لما تتلغي مني ولا الغلاء اللي احنا فيه ده هنروح نجيب منين؟ لا، مع التموين، لا التموين اهم طبعا.